بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي التلاميذ، اليوم نقدم لكم درس التمثيل بالصور من كتاب الرياضيات للصف الأول الابتدائي. اشترت فاطمة مجموعة من الخضروات ومثلها بمخطط الصور، أرسم دائرة لكل واحدة. لدينا الباذنجان، نعد 1 2 3، نرسم هنا إذن 3 دوائر. الطماطم لدينا 1 2، نرسم هنا دائرتان. الخيار 1 2 3 4، إذن نرسم هنا 4 دوائر. أتحدث كيف أمثل الرياضة المفضلة عند 10 من التلاميذ. نرسم مخططا. كرة القدم، يوجد 3 تلاميذ يحبون كرة القدم. الزلاجة، 2 من التلاميذ يحبون الزلاجة. كرة السلة، 5 من التلاميذ يحبون كرة السلة. حالة الجو خلال 7 أيام، حالة الجو في هذه الأيام 7 منها غائم ومنها مشمس، أمثلها في مخطط بالصور، أرسم دائرة لكل يوم. عندنا الأيام المشمسة، نعدها 1 2 3 4، إذن نرسم 4 دوائر. والأيام الغائمة 1 2 3، إذن نرسم هنا 3 دوائر. اسأل 10 من زملائي أي من الحيوانات الأليفة مفضلة لديهم، وكانت إجاباتهم مختلفة، أمثلوها بمخطط الصور، أرسم دائرة تمثل كل إجابة. مثلا هذا الطائر الببغاء، يوجد 3 تلاميذ يفضلون طائر الببغاء، إذن نرسم 3 دوائر. وهذا الحيوان يفضله 4 من التلاميذ، 1 2 3 4، نرسم 4 دوائر. وهذا الغزال يفضله 3، 1 2 3، نرسم إذن 3 دوائر. يحتوي صندوق ألعاب خالد على مجموعة ألعاب، بدأ يسحب من الصندوق لعبة تلو الأخرى ويسجل نتائج، أرسم دائرة لكل لعبة يسحبها. لدينا هنا من الدمى 1 2 3، نرسم إذن 3 دوائر. ومن الطائرات 1 2، إذن نرسم دائرتان. ومن السيارات، يوجد سيارة واحدة فقط، إذن نرسم هنا دائرة واحدة. ومن الدراجات 1 2، نرسم هنا دائرتان. اطلب إلى ابنتك أن يمثل أفراد العائلة بمخطط الصور بحسب جنس ذكور وإناث. ذكور وإناث، الذكور 1، الإناث 4. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذا الدرس، وإلى لقاء في درس آخر إن شاء الله، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.